يقول السائل: ما حكم الشرع في رأيكم في من يدعو إلى التآلف مع اليهود والنصارى والمحبة؟ هذا ضلال، اللي يدعو إلى محبة اليهود والنصارى هذا كفر والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تحبونهم وتوالونهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لاحظ قوله: فإنه منهم، فالذي يحبهم يكون منهم والعياذ بالله، يكون من اليهود والنصارى. يجب التوبة إلى الله، وهذا قول باطل، والذي يقوله ضال مضل، نسأل الله العافية. نعم.